أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع الشراكة الاستثمارية الجديد بين الدولة والقطاع الخاص والمتمثل بمشروع ساوث ميد يرتبط ارتباطا وثيقا بخلق المزيد من فرص العمل والسكن للشباب. أشار مدبولي إلى أن هذا المشروع يضيف زخما لرؤية الدولة وثقتها في المستثمرين المحليين. بنتوقع أن هذا المشروع جنبا إلى جنب مع راس الحكمة، جنبا إلى جنب مع اللي بيتعمل في العالمين، هيبقى إن شاء الله بنتكلم على ملايين من السياحة الأجنبية اللي هيبقوا موجودين على مدار مصر. الأهم إن كل ده مرتبط بخلق فرص عمل. واحنا بنتكلم عشان فرص العمل هي بتبقى الحاجة الوحيدة اللي أو الأهم اللي هي بتجذب شبابنا إن يبدأ يجي ويسكن في هذه المنطقة. فمن خلال استيطان واستكمال هذه المشروعات اللي هتمتد لسنوات هيبقى في فرص عمل على طول موجوده مباشره او غير مباشره وبالتالي هتبدا تجذب شبابنا ان هم يبقوا موجودين مع المشروعات السكنيه اللي الدوله بتنفذها سواء في مدينه العالمين ولكل المستويات او بعض المدن الاخرى هيبقى في فرص للسكنه والتعلم والخدمات الصحيه وكل الخدمات لشبابنا ان هم يسكنوا ويشتغلوا في هذه المشروعات الكبيره اللي حضراتكم شفتوها النهارده فالحقيقه هذا المشروع بحجم الاستثمارات والمكاسب المتوقعه بيضيف لي ان شاء الله الرؤيه المتكامله للدولة حطها للساحل الشمالي الغربي، حضراتكم سمعتوا الارقام والنهارده احنا بندي رساله زي ما كان راس الحكمه الحقيقه مشروع يعني مع شريك يعني من شركائنا الاستراتيجيين طبعا اشقائنا في دوله الامارات وبالتالي يعتبر استثمار اجنبي مباشر، النهارده الدوله ايضا بتعلن على ثقتها الشديده في المستثمرين المحليين وقطاع الاستثمار المحلي